ولكن اللي انا يمكن حابب ان انا اشير اليه كناحيه يعني جيده جدا، الخبراء الاقتصاديين ارجو ان هم يكونوا تابعوا ان هناك مؤسسه كبيره جدا اللي هي مؤسسه جولدمان ساكس طلعت في اخر سبتمبر تقرير على مصر، ودي يعني واحده من اهم المؤسسات الاقتصاد العالمي اللي بتبقى بتحلل ويعني بتتكلم على المؤشرات بتاعت هذا الموضوع. طلعت تقرير مهم جدا على مصر، اشارت فيه الى ان مصر يعني المجمل فيه، المجمل ان التقرير ايجابي، التقرير بيتكلم على ان مصر متحركه في المسار السليم والصحيح، بيشير الى الارتفاع الاحتياطيات للنقد الاجنبي، وبيشير الى ان الدوله باستمرارها في السياسات اللي هي بتتحرك فيها، ويمكن هنشوف الكلام ده لما معالي وزيره التخطيط تعرض المؤشرات بتاعه الفتره اللي فاتت، بتشير ان الدوله المصريه ماشيه بطريق جيد جدا جدا في اداره الـ 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 الأزمة والفترة الكبيرة اللي احنا ماشيين فيها، كل المؤشرات بتتجه للتحسن، وتوقعاتهم ان استمرار هذا الموضوع على مدار العامين القادمين، الا اذا برضو حصل حاجة اكسترنال بقى يعني تاني بعيدا عن ان لو المنطقة دخلت في حاجة اكبر من الظروف اللي هي موجودة.